من النادي الاهلي، وهنروح بقى عشان نساله دلوقتي عن اليو. عايز اسالك عن انتقالك للنادي الاهلي، جه ازاي ومين اول واحد يعني كلمك علشان يقول لك احنا محتاجينك في النادي الاهلي وهتنضم لصفوف النادي الاهلي؟ ده كان وكيل ليا في النمسا، كان عارف ان انا بفكر امشي، وهو يعرف ريني فايلر وبدا يكلمني ان في عرض من النادي الاهلي، وقال لي اعتقد هيبقى كويس بالنسبه لك لمسيرتك لو تلعب النادي الاهلي، ونادي ليه تاريخ كبير وليه جماهير كبيره ومستوى عالي فنيا وهيضيف لي طبعا، وكلمني كتير عن النادي. قلت له فعلا انا بسمع كتير عن النادي الاهلي، ده نادي كبير وانا عارف نادي من اكبر الانديه، وانا في افريقيا وعارف وضعه ايه في افريقيا النادي الاهلي، وانا في افريقيا لازم اعرف النادي الاهلي، اسمع عنه طبعا. Mais je lui ai répondu genre là je veux rester encore en Europe quoi. بس قلت له افضل اقعد في اوروبا شويه كمان. Il est venu aussi en deuxième fois. رجع لي مره ثانيه، كلمني ثاني، فتحني في موضوع الاحتراف، وبعد كده اخذ ميعاد معايا وقعد يتكلم معايا عشان يقنعني، وكان في امير توفيق جالي عشان يتكلم معايا ويتفاوض معايا. بعد كده فضلت ان اخد التجربه، لان كان في عرض ثاني برضو من نادي روسي كان هيخليني اقعد في اوروبا، ومن كرواتيا كان في نادي ثالث. بس في الاخر العرضين اللي جولي ما كانش بالبنود اللي انا عايزها في العقد، وما كانش بالظروف اللي انا عايزها. فالوكيل قعدنا حوالي شهرين عشان نخلص تفاوض مع النادي الروسي، حسيت بعدم جديه. النادي الاهلي حسيت العرض فيه حاجه ملموسه، حسيت فيه جديه في التفاوض، عشان كده قبلت على طول. ما كانش عندي مشكله اني اجي ارجع تاني في افريقيا، النادي الاهلي نادي كبير. نادي كبير انا عارف هيأهلني ان اعلي من مستوايا. وانا ما جيت هنا النادي الاهلي انا مش جاي هنا عشان اقعد 20 سنه يعني. انا عارف النادي كبير، النادي الاهلي، وفي ناس برضو زمايلي ناس كتيره لعيبه كويسه ممكن تحل محلي وقت بقى افكر اسافر، وكلهم النادي الاهلي فيه نجوم كتيره عدت على النادي عبر تاريخه وعملت امجاد كبيره، ونفسي احقق امجاد زيهم بالظبط. طيب زي ما انت بتقول يا اليو، كان عندك